السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه. ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق الأرض عنهم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبيبي في الله، قد سمعنا هذه الآية التي تليت من سورة الأعراف، والتي بدأت بوعد الله لنبيه موسى، ووعدنا موسى 30 ليلة، أي ليأتي فيها إلى ميقات ربه فيلقى. وهذه من منن الله على البشرية، أن رب العباد يتجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليخاطب إنسانا منا لا يساوي ذرة في الملك. من الإنسان حتى تجلى رب العباد من علياء من فوق عرش السماء ليخاطب مثله، فيسوق لنا قواعد نظم حياتنا، آدابنا، أخلاقنا، معاملاتنا، معتقداتنا، تقويم تزكيه كل أحوالنا، كشف خبايا صدورنا، قواعد التعامل معها شيء عجيب. لطف ما بعده لطف، وفيض ما بعده فيض، وخير ما بعده خير. تصور هذا المشهد، أن رب العالمين الذي ستجمع الأرض يوم القيامة في يمينه، وتطوى السماوات 7 في يمينه، وتصبح كالخلق لا في كف أحد، يخاطب بشر مثله، أي فضل في هذا؟ أي خير في هذا؟ أي إحسان منه علينا في هذا؟ إذا يقول وعدنا موسى، وجاء هنا من العظمة ووعدنا موسى، هذا حق سبحانه وتعالى يتجلى لمن شاء ومن اصطفى من عباده. ووعدنا موسى 30 ليلة، ليس لخمس ساعة 30 ليلة، لكنه نبي الله موسى كريم الله، وما استحق هذا الفراغ. يعلم خبر ربه، يعلم حقه، لذا ما كان أن تنقضي لحظة بينه وبينه. سيخلق له يحكي لنا أول لقاء فيقول وما تلك بيمينك موسى، سؤال من الله رب العالمين لك، وما تلك بيمينك موسى. لو قال عصا اي انسان منا مكانه كان ممكن يختصر كلام جدا. عصا، لو قال عصا الجواب كافي. اي هي عصا؟ وحزب المبتدا لمعلومه معلوماتي مع الخبر. هي عصا، لو قال عصا فقد تكليف. لو قال لي عصا تكفي. لكنه لا يرد من لقاء الله ان ينتهي.
وهذا حال من ربى نفسه على الأنس بالرب في صلاته، في قيامه، في إقباله على ربه، في تلاوته لكتابه، يجد سلوة ويجد لذة ويجد غاية ويجد مطمئنة قلب وراحة نفسه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلاد أرحنا بها يا بلاد، لحظات الوقوف بين ذلك لم يقل أرحنا منها كحال الكثير منا الآن بعد الخلاص، أرحنا بها سعادتنا، قرات عيوننا كما صرح ناس آخر قد وجعلت قرة عيني في الصلاة، سكينتي، راحتي، طمأنينتي، سعادتي، لذتي، سلوتي في لقاء ربي. فهل عشنا هذه المعاني؟ هذا معنى خطير. هي صرح ولم يخفي ولم يحذف، قال هي عصايا. هل سأله عصاه من؟ قال هي عصايا ولابد الجسد الثاني اتوقع عليه. هل سأله لماذا ارسلته؟ ابدا، هو لا يود القيام به. ولذلك اخواني هذا حل كل من انس بربه، ان قام بين يديه لا يود لصلاته ان تنتهي. الصحابه لما راوا هذه الحقيقه كان الرجل منهم يقوم الليل كله بالقران كله لا يمل، لا يمل. يقول عن الصحابه استيقظت ليله مع الصاحي، الصاحي الديك الذي يؤذن في ثلث الليل الاول ايام الشتاء طويله، ثلث الليل الاول الساعه 10 9:30. قال قلت مع الصاحي فقلت لن اسبق الليله على الحجر. كان الكل يسابق لينال شرف الصلاه في الحرم، بل الصلاه داخل الكعبه، الحجر جزء من الكعبه، واي انسان فينا يتمنى يدخل الكعبه. اللي وصل الكعبه لو صلى في الحجر صلى في الكعبه. امنيه كان الصحابه يستبقوا عليها، حجر الكعبه صغير، الملا انتهى، لن تجد مكان لك والقليل املاه. هذا الصحابي يقول قلت لن اسبق الليل على الحجر، يبين الى اي مدى كان هم الصحابه في التسابق على الحجر حتى يدرك له مكان في هذا المكان داخل الكعبه. قال فتوضات وانطلقت المسجد، فلما جئت وجدت عثمان بن عفان قد سبق، فقام بجواري بالقران كله في ركعه واحده. يؤذى الفجر كاذب وهو في ختمته يختفي صوت الناس من حلاوة مناجاته لربه ومن سلوة بارد في وقوفه بين يدي خالقه. لم يشعر بنفسه ليلة كلها ولا كمتل كتاب ربه. أما نزعته نفسه؟ أما تبعت تعبت سواعده وساقه؟ ولا التفت إليه، بل كما ذكر السلف كان معقل بن يسار رضي الله عنه في بيت والبيت يهدم وهو لله قائم، ما شعر بشيء من هدم البيت طوبة الطوبة وهو في صلاته، قلبه في حال تعلق ربه لا كاد يشعر بشيء من حوله. ابن الزبير قالوا كان إذا وقف في الحرم يصلي من طول صلاته وشدة ثباته واتصاله بربه، قالوا كان كالصالي في المسجد لا كاد يرمش يرمش، فكانت الطير تقف على رأسه على أنه عمود معبد المسجد. أمر الحقيقة عجيب، كيف فهموا هذه المعاني؟ بل كيف عاشوها؟ كيف عاشوها؟ يقول أخي عروة لما جاء حين اشتد السيل بالبيت
جاء معتمرا محرما ففوجئ ان السيل غطى الكعبة. اي واحد منا كان ماذا اصنع؟ ينتظر حتى ذهبنا. عبد الله بن الزبير طاف عائما خذ الاشواط سبعه سابح. كم همه هؤلاء؟ كم عزمه؟ بل هذا عروة أخي نفسه. لما ابتلي المرض في ساقه قدمه غرين بلغة الراس وقرر الأطباء بتر ساقه وذهب للعراق. كانت يعني منطقة تجمع الأطباء المسلمين ومعه ولده وأرادوا أن يكلموا فعرض عليهم القصة كذا كذا فتأذن لنا أن نضع لك بنت مادة مخدرة حتى لا تشعر بآلام بدر السابق. بدر كانت تقطع بمشار فقال أراد الله لي خيرا لما قدر لي من هذا البلاء وتود أن تحجب عني هذا الخير بهذا المخدر. لا قالوا ماذا نصنع؟ نجعل الرجال أشداء يمسكونك حتى نتمكن من أدخل سائقك من غير حركة. قال هل يحمل أحد منكم الوزر عني إن أراد الله بكفر سيئاتي فكيف تجعل هؤلاء يمسكونك؟ فسألوا ابنه ما أصنع؟ قال أبي إذا دخل في صلاتي لا أشعر بشيء حوله فإن سجد في قيامه أبتر ساقه من كثرة ما رأى من حال عروة. وبالفعل وهو ساجد جاء ابن مشار وأخذ أبتر ساقه. يقول الراوي ما تململ ولا تألم. كان في قلبه مع ربه. لما فرغ من الصلاة فوجئ بالنساء المدرد فأمسك بها وقال الحمد لله الذي أعطاني أطرافا أربعة. أخذ إحدى لحظات ودخل عليه بعض خلال. قال يا عروة جئنا نواسيك ونعسيك. قال فيما؟ في ساقي. نعم أسبغها الله علي لا أحصيها. أخذ واحدة منها قالوا لا بل في ولدك. أخذوه يخففوا عنه فأركبوا الخيل سقط من الفرس مات. قال الحمد لله الذي أعطاني رجلين أخذ أحدهما وأعطاني ولدين أخذ أكبرهما ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي بشر من هؤلاء إخوان؟ أليس بشر مثلنا؟ لكن لما أنس بربي وألف الوقوف بين يدي لم يشعروا بشيء مما يشعر بالعباد بل كانت لحظات انشغال القلوب بالله تنسيهم كل ما خلا ذلك من إعياء من جهد من عطاء. هنا يأتي هذا المعنى لأن موسى لا أن فارق الخراب هي عصاي أتوكل عليها أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى لعلي أسأل من مآرب حتى يطول الجلسة ويطول أنسه وربي. رب العباد يبين لنا هذه الآداب حتى ندرك أدب التعامل معه. أدب التعامل معه. ووعدنا موسى 30 ليلة. أي فضل لنا موسى أعظم من أن يلقى الله في رقته 30 ليلة. مش مرة 30 ليلة. ولما ذهب لميقات ربه طبعا هو أخبر قومه أنه ذهب لميقات ربه وأن الميقات 30 ليلة. هم جلسوا على أحر الجبل ينتظر النبي موسى
الشاهد هو في مخاطرة يرى الله منه ما يرضيه فيمدد له اللقاء. أليس هذا تكريم البلا موسى كبير جدا؟ بدل ما نجلس معاه بين يدي ربي مخاطب وحدثه 30 ليلة تصبح 40 ليلة. لذا قال وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لهارون لأخيه قبل أن يذهب للميقات اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يقول تعالى يصف لنا مشهد من مشاهد اللقاء. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. أي سعادة بعد هذه السعادة؟ يذهب لميقات الله مكان رب العباد يحدد له ثم يكلمه ربه كلام مباشر ليس بينه وبينه ترجمان. يقول لي بس اخونا احنا في توهان، لو اي واحد منا حته مذيعه عاليه متبرجه خالد في التلفزيون وقالت كلمتين طيبين في حقه فلان ده صالح سيمدحها عمر ويمدح هذا اللقاء ويدعو الناس اللي على سماعه. انا الذي تكلمت عني المذيعه الفلانيه العاليه المتبرجه، فكيف بك اذا كان المخاطب لك رب العزة سبحانه وتعالى وكلمه رب ويأذن له بأن يخرج ما في نفسه كله؟ فطلب طلب شغل باله. قال رب أرني أنظر إليك. لم يقل ربي يأذن لي أنظر إليك، أرني. فالعين الباصرة لا تبصر إلا بإذنه ولا ترى إلا بفضله. نعمة، كم من إنسان عنده عيونه موجودة ولا يرى، تراه مبصرا ولا بصر. لذلك الفقهاء فرقوا في الأحكام الشرعية في الحدود، فرقوا بين من أصاب إنسان في عينه فأفقده العين أو أفقده البصر. قالوا قد يفقده البصر فلا يرى والعين باقية لم تمس، وقد يفقده الاثنتين معا، فجعلوا لهذه حكم لهذه حكم. الحقيقة يعني حقيقة الواحد يحرق. الصحابة اللي كانوا أميون لا يقرؤون يكتبون لما تحدثوا في الحدود جعلوا في الحدود مراتب مراحل. لو انسان قطع او ضرب انسان في راسه ها ايه الحكم؟ هل الحكم يتارجح بين 24 حالة؟ لو قطع الجلد له حكم، لو قطع الجلد والغشاء المبطن للجلد بينه وبين العظم له حكم، لو قطع العظم له حكم، لو قطع الجلد والغشاء المبطن للعظم من داخله له حكم. أخذ يدرج بل يشرع رأس الإنسان ل24 مرحلة، كل مرحلة لا حكم أصلها. في مراحل يستطيع الإنسان أن يختص من فاعلها لأن السيف ممكن يخفى العبد، ففي مراحل فيها قصاص وفي مراحل يستحيل فيها القصاص. جعل في الدين مرحلة مرحلة 24 مرحلة. لما تدرس يعني فقه الحدود يظهر عقلك. من علمه هذا التشريح؟ من علمه الفارق بين النظر والعين وأن فقدان النظر غير فقدان العين؟ هذه لا حكم، هذه لا حكم، إنما العليم الحكيم. إنه وحي رب العالمين الذي يعلم منا كل شيء ولا يخفى عليه منا شيء سبحانه وتعالى. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة
مساء الخير ومخلوف في قوم أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما جاء موسى المقاتل وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. أعطى عين القدرة على الرؤية لأنه يعلم أن رؤية الرب فوق طاقة العين، وما لم يعطي الله هذه القدرة لن يرى. عيوننا لا تقوى على النظر في الشمس الغشاء، فكيف تقوى على النظر لنور رب العالمين؟ ونور الشمس فيه النور. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حجب ذاته بحجاب، لو هتك لأحرقت سبحات وجهي ما يصل إليه من الأبصر. لذلك رؤية في حق أمثالنا من الأحياء مستحيلة، لا طاقة إنسان عنها. في الجنة سنهيئ تهيئة جديدة وسننشأ نشأة أخرى يهيئنا الله فيها الرؤيا. لذا قال تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، نشأة جديدة بإمكانيات جديدة حال جديد لن ترجع بحالك. كل واحد فينا اللي زي القزم ده هياخد فضول آدم استزرع حاجة كده طول بعرض، وعيونه غير عيوني، عيون ترى وتستطيع أن تنظر لأن ربها كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة رائية مشاهدة. كما يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لترون ربكم كما ترون البدر القمر في ليلة التمام ليلة 15 يوم 14 15 لا تضم الفريد. في الحديث الآخر قال أترون الشمس ليس بينكم أو ليس دونها غمام؟ قال بلى رسول الله. قال إنكم لترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونكم ودونها غمام. كانت السماء صافي سترى كل شيء منها. هذه الرؤية تحقق الجنان، بل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولا قيمة لنعيم الجنان حين يدخلها الداخل إذا حرم من رؤية الرحمن. فأجل النعيم وأعظم النعيم رؤيا ملك الملوك. دليل موسى طلبها رب أرني أنظر إليك قال لن ترى، وجاء بلن النافية مع الفعل المضارع على حالك هذا لن ترى. ولعل هذه اللفظة اللي جعلت المعتزلة تهت عقولهم ونفوا الرؤية عن الله بالكلية لا في الدنيا ولا في الآخرة. وتأول آيات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظر، قال ليست لانظر والنظر بل منتظرة أمرا. حقيقة تأويل لا يخدمهم، والحديث يقطع المسألة عليهم ويسد هذه الزرار. لكن لن تراني وأنت بحالك هذا، لكن لن تراني الأبد. وذلك من المعتزلة زمن الزمخشري رغم أن عالم من خيرة علماء التفسير، بل من أكبر من يعني من خيرة فهول اللغة. كثير من المفسرين مرجعهم لابن الزمخشري، وخاصة في لغة القرآن الحفاظ وكلماته ومعانيها. لكن كم معتزل نفى الرؤية رغم ضلوعه في اللغة، نفى الرؤية وجرى مجرى قومه معتزل. فكان ينتصر هذا الرد في منظومات الماضي في القرآن، لكن الحقيقة كل هذا مهما على الفكر فالإنسان ضعيف، ضعيف كما قال تعالى خلق الإنسان ضعيف. الآية تثبت أن نبي الله موسى ما طلب أمر إلا إذا كان يعني له حق فيه. فرب العباد علمها أن الرؤية دي ليست هنا لكن هناك. لن تراني وأنت على حالك البشري الضعيف هذا. ثم بر هذا له على قدرته على عدم قدرته على الرؤيه
مش على عدم رؤية نفسها بس، لا على عدم قدرة النبي موسى وبحال البشر هذا في الدنيا على رؤية، لأن العلم ضعيف جدا. العلم لو رأت بركة خاطفة تخطف، إن رأت مشهد مرعب ممكن تذهب. ولذا يعني حتى الإنسان لما استقرأ قوة البصر الإنسان وصل لهذه المرحلة. كل الطائرات تركبها نبه عليك، إن حدث أي خلل في الطائرة اوعى تنظر. ليه؟ ده أنت ممكن من نظرة ترى الطائرة ترقص تموت من النظرة قبل أن تسقط الطائرة. إذا كلهم قرروا لازم تغطي راسك وتوطي حتى لا تسمح لعينك أن ترى التخلل تحت حولك. العين تأثيرها قوي جدا على القلب، ولذا قال الشاعر: ألم ترى أن العين للقلب رائد فما تألف العينان في القلب ألف. النظر له طاقة له حدود، فإذا كان الأمر فوق طاقته قد يذهب بصرك. فرب لماذا تعلم هذه القواعد خلايات؟ لن تراني ولكن انظر الجبل. أين قوة الإنسان من قوة الجبل؟ قوة تحمل الجبل صخر. ثم برهن له بتجليه تعالى عن الجبل، قال: ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. على فكرة الجبل ده للآن موجود في منطقة سد كثير في سيناء، واسمه جبل الدك، ده غير جبل الطور. يقول تعالى: فلما تجلى ربه الجبل جعله دك. دك يعني الصخر الصلب انبط بعضه فأصبح أشبه ما يكون بالإيمان المتماسك. تحول الجبل من قمته حتى استوى على الأرض. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا. وطبعا منظر جبل، نشوف جبل، جبل أمام صخر ينبط. سيدنا موسى مجرد ما رأى مشهد الجبل خر صاعقا، صعق أغمى عليه فقد وعي. خر موسى صاعقا، مش إغماء بسيطة ينزل براحته، لا لا، سقط على الأرض. خر موسى صاعقا. هذا اختبار من الله له. فلما أفاق قال: سبحانك سبحانك أنت أعلم بطاقاتنا منا، أنت أعلم بنا منا في كل أحوالنا، قدراتنا، إمكانياتنا، طاقاتنا، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل ما وقع له، فيقول: أنا أول من تنشق عنه غضبك. وقال هذا الموقف حصل، اختلف أهل الكتاب فقال: والذي بعث موسى بالحق نبي. صحابة قال له: والذي بعث محمد بالحق نبي. تنازل موسى ضربه كيف، فجاء أشكو رسول الله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تفضلون على موسى ليعلمه الأدب. ثم قال: إني أول من تشق على القيم فأجد موسى ممسكا بقوائم العرش، لا أدري أخذته صعقة يوم القيامة فأفاق أم لم يصعق لصعقه في الدنيا. الصعقة دي جعلت له منزل يوم القيامة، إن وقت نفخ الصور فصاعقة في السماء والأرض لا يصعق مع من صعق. ما نخدم دي ده يصعق مع من صعق، ما تصعق من غيره. فلندرك خر موسى صاعقا. فلما أفاق قال: سبحانك
تبت إليك وأنا أول مؤمنين. لما أقول أول مؤمنين يعلمنا الله أدب، أن العاقل إذا لقي طريقا لربه ليكن أسبق الخلق إليه. الأولية هنا بالسبق، وده منهج حياة. واحد عايز يروح ربنا، والله زي ما عبد ربنا سامح لي، بس انت رايح ربنا انت عايز تتلكع وتتلكع وانت في طريق ربك. هذا طريق العاجز التالي الغافل الساهي، مع من يتحدث وعلى من يقبل. العارف بربه سيقبل اقبال المشتاق المحب الراغب بكل همة بكل عزيمة بكل إرادة. لذلك رب العباد يصف هذا المؤمن اللي جاي على الله عز وجل، جاي يصلي لله، لأنه جاي في منتهى الهمة والعزيمة والقوة والنشاط والإرادة، جاي فرحان يسعد بلقاء الله، ويعني يحزن ساعة صلاته. من هذا حاله أعطاه الله بهذا السلوك وحده منزل يوم القيامة لا نال غيره. من بين السبع الذين ظلهم ظله، قال رجل قلبه معلق مسجد، أعطاه منزلة الإمام الإمام العادل الحاكم اللي بيحكم آلاف الناس فيعدل بينهم ويقسم بالسوي بينهم. كم يكابد الشاب التائب الذي من لحظة بلوغه إلى مشيئه لم تغالبه شهوة بل تغلبه صبر، يجعل معه إنسان كل عمله قلبه معلق بالمساجد، خذيه مش مسكت. هذه بيوت الله التي داء فيها لمناجاته، فقلبه متعلق برب البيت لا بمجرد البيت. جماعة الشعراء لهم طائف كده أحيانا، الشاعر اللي بيقول وما حب الديار شغف القلب، رغم انه يطوف على البيت رايح جاي، لكن يقول وما حب الديار شغف قلبي ولكن حب من سكن الديار. فحب الديار تابع حب ساكنيه، وضحت. حب المسجد ليس منشأه لأنه مسجد، من شاءه لأنه يناجي فيه ربه، يتسابر معه، يأنس به، يسعد بلقائه، فجاي في منتهى النشاط في منتهى القوة، قلبه معلق بالمساجد. لكن يدخل مسجد حتى تدافعه نفسه متى يعود، فيربط حياته كلها بلقاء الله، ينظم حياته كلها على لقاء الله، لا يخرج من بيته الا ورتب اين القى الله وكيف القى الله في موعد اللقاء الذي حدد موعد الصلاه. ان الصلاه كانت على من الكتاب موقود، فرض موقود محدد، رب العباد ياذن لك فيه ان تلقاه وفي اي بيت من بيوته. اذا علم الانسان هذه الحقيقه تعلق قلبه بلقاء الله، ف قدوم على الصلاة قدوم المشرق المحب الولد في حبه، شديد الحب لربه، شديد التعلق بخالقه، شديد السعادة بلقائه، غير اللي قلبه مختل في هذا الباب. يقول عنه تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، مش عايز تحرك، ولولا الحرج من العباد ما قدم على رب العباد. فهل يجد هذا من ربه ما يجده الأول؟ أبداً أخوانا، أبداً. شتان بين مقبل على ربه راغب فيه وبين متحرك إلى ربه حياء بمن حوله وخشية أن يتم في دينه أو يطعن في سلوكه. مدرك الصحابة لما وعى هذا كان دخوله على الله دخول الخائف الوجه المحب الحريص على خارج. يقول درر بن أزور كان علي بن طالب إذا توضأ للصلاة
اصفر رجل وارتعدت فرائصه. فقلت إمام لما كل ذلك؟ قال ويحك، أما تدري أين دائما سأقف الساعة؟ الإنسان منا لو طلب منه لقاء رئيس الوزراء حال قلبه إيه داخل عليه، وجه خائف في خشية يا ترى يتم اللقاء أو لا يتم اللقاء، يا ترى يحسن السلوك بين يدي رئيس الوزراء وهيستفيد به ومن عليك ده منا وانبسط منه وقلت له حاجة ولا يشوطه. هذا شعورنا عندما نلقى عظيم فينا، فكيف بلقاء رب العالمين خالد؟ كيف وجه المخالف بصاحبه العارف برب لكن الجاهل برب يكون هذا الحال؟ هل المتكاسل المتخاذل الذي لا يعرف بين يدي من سأقف ولا على من سيرضي؟ ندرك العارف ربي يقينا سأجد سلوة فسأكون من المسابقين إذا قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين أسبقهم إليك وأنا أول. قال يا موسى لما رب العباد يجد هذا العبد المثيري كرب بلا حدود هو أكبر أكبر. قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس اصطفان وصناعة خاصة عبد العالم تعرف وضع آخر يقول واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني توفيق تسديد إعانة توجيه في كل حركة في كل نظرة حتى لا يفعل شيئا لا يرضي. التوفيق ده يعطى لكل أحد أبدا أبدا. ندرك هذه المعاني دقيقة جدا يا إخوان في الآية إن اصطفيتك على الناس برسالاتي مش رسالة رسالات. كم رسالة أعطاها الله لنبيه موسى باللغة في العقيدة وفي الأخلاق وفي الأدب وفي المعاملات وفي العبادات رسائل فيها كتب قيمة كما قالت عنه القرآن مش كتاب كتب. إن اصطفيت الناس برسالاتي لنعلم أن رسالة من سميت رسالة في مجملها لكن هي في حقيقتها ليست رسالة واحدة بل رسالات من رب العالمين لعباده. إن اصطفيتك على الناس لذا هنا جمع إن اصطفيتك على الناس برسالاتي بس أنه بكلامي الخطاب المباشر لك وأي فضل بعد هذا الفضل وأي خير بعد هذا الخير بكلامي فخذ ما آتيتك. فإن قال هذا لنبيه موسى خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين خذ ما أتيتك فأصبح هذا حكم الله في كل رسالة سأقال كل واحد فينا مطالب أن يأخذها كما قال في المظاهر خذوا ما أتيناكم بقوة مش أخذ المتلكع المتشكع النافر العاجز الساهي اللاهي الغافل أخذ المقبل على ربي على كلامه وعلى طاعته إقبال المحب العاشق العابد رب خذ ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون احرصوا على إقامة كل حكم فيه فخذ ما آتيتم وكن من الشاكرين. ثم يعبر تعالى عن فضلي وكرمي وصل فيه قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء تفصيل دقيق عجيب ليعان به في كل تصرف تصرف حياته. وكتبنا له كل شيء لا لا كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. كل دي منح ومنن من الله
الله عطايا، ولما نقول منا المنة عطية من الله بغير استحقاق منه، ليس أمر مفروض عليه أبدا. صحيح فرضه على ذاته أن يرزق الناس ويطعم الناس ويأكل الناس ويشرب الناس ويعطيهم الهواء لنفسه، جعل هذه أرزاق سمى أرزاق. لكن المنح والمنن عطايا بلا استحقاق، والعباد كذلك. مثل كثير الناس يقتل يقول يا رب ارزقني الولد، الولد رزق حقي لك عليه ابدا. كل الانبياء اللي طلب من ربه الولد فطلب ليس بحق لك، طلبه بصد الهبه، والهبه عطيه بلا استحقاق. ربي هبني بالصالحين، رب هب لي الولد الكريم. ما من واحد قال رب ارزقني الولد، بل القران نفسه عبر بهذا، فقال تعالى يهب لمن يشاء الناس ويهب لمن يشاء الذكور. فعد حتى البنت نفسها اللي نفوس المجرمين نفرت منها عدها هبه من الله. ابن اللي لم يرزق ولد او عقيم يتمنى بلبوس البنت واحد قد كده، واسأله محروم يتمنى بنت. واللي عنده بنات ينفق، واللي عنده اولاد شعر انه خلاص اصبح صحاب، لا كاد يشكر الله على شيء من ذلك. ندرك فخذ ما اتيتك من الشاكرين، وكتبنا له في الارواح كل شيء وتفصيل كل شيء، فخذها بقوة، خذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بها. لا، خلي يأخذوا بأحسنها، لبين أن هذا هو الأصل في المنهج، أن المسلم طلب أن يأتي من الأعمال أعلاها لا أدناها. إحنا طبعا كلنا بس نأتي العمل، كم واحد فينا يفكر في أحسن العمل؟ في أعلى، في أسماء. كل الأنبياء ربوا حواريهم على فعل أحسن العمل لا مجرد العمل. يبقى أنا ما رايح أصلي مش عايز أصلي بس، ده أنا عايز آتي أحلى صلاة بين ذلك، عايز أصوم، عايز أدي أسمى صيام بين ذلك، عايز أزكي، أزكي بأغلى ما عندي وأحب شيء إليه. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فعد البر والخير عميم رب العالمين ثمرته إنفاق ما نحب، لا من ما نود الخلاص منه، بل ذم هذا فينا. قال تعالى لا إله إلا الله يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم من أخرجها من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذين. واحنا رايت هذا بعض الفلاحين لما يطلع زكاة ماله هي القمح مثلا، ينخله القمح الرديء اللي ينزل من نخ من المنخل يجمعه وزكي بيه. هو ده رديء القمح، رديء التمر، رديء اي شيء، يقول لك بس ما هذا اسمه قمح واسمه تمر، وانا طلع زكاة. يوصل فقير يقول ولستم بآخذيه، اللي انت تصدقتي بده لو اعطي لك مش هتقبله، لن تقبله لنفسك وتجعله حق لربك في مالك، هو ده حق الله تؤديه. قال ولستم بآخذيه الا ان تبغضوا فيه. الله يحفظكش 5000 تعرف الصدر سعيد كان دايما يقول للاهلي بلغه العوام غمض عينك وعديه، قال هي هذه الا ان تغمض فيه، يقول لك يعني غمض عينك وقول هي دي الزكاه وخلاص مشيها عديها. ده اللي بيحصل، عايز يطلع زكاته ياتي الى اردى ما عنده يخرج من ربه. دي مصيبه. الآن تدعون للأعلى لا للأدنى، وذلك العلماء قالوا أقل ما يؤديه حتى يقبل أن يكون أوسط ماله.
لا أعلى ولا أدنى، لكن الراغب في ربي يقدم أعلى. لذا النصوص تدفع لهذا الدفع، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، خذ بالأعلى، فخذ ما آتيتم من شاكرين إلى قال فخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه الأعلى الأسمى الأرقى. وقصة ولدي هذا كلام وتصدق، كلام وتصدق، لكن شتان شتان بينهما. واحد مصدق بجلال جاء بأردأ ما عنده لربه، والثاني تصدق بشاه انتقى أحلى شاه عنده، فقبل الله واحد واخر الثاني واتلو عليه النبأ من الأدب الحق. ها إذ قرب لأن تصدق ومسلمين واحدين قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من آخر. اللي تقرب بالأعلى قبل قربان، واللي تقرب بالأدنى رد قربان. كان نتيجة استسلام الشيطان، اعتبر قبول صدقة أخيه جريمة من أخيه، طب ذنب أخيه قبل صدقته، كان إنسان سوي مؤمن عداء، بل حارب بل حدثته بنفسه بقتله، فضعفت في لحظات فقتل أخي قتل جريما سن بها القتل في البشرية، تحمل وزرها وزر كل من عامل إلى وخيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قتل قتيل إلا وكان عليه وزر، وعلى ابن آدم الأول كفل منه زيه نصيب زيه، لأنه أول من سن القتل في الشرع. تخيل أن هذه العقوبة بسبب أنه قرب قربانا أساء في أدبه مع رب. الأمر ده خطير يا إخوان، خطير جدا، عشان تنبه خل عندنا دم تنظر مع من تتعامل، لمن تقدمان الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبارة عجيبة، يقول إن الصدقة لتقع في يد الله مكان قبل أن تصل الفقير. لو طلعها قبل أن تصل الفقير الرب يمد يده يقبلها. قال حتى إن الله لينمي لأحدكم صدقة كما ينمي أحدكم فلوة حتى تصبح التمرة تمرة واحدة مثل جبل أحد. تخيل متصدق المقبل على الله المخلص على الله يقدم تمرة واحدة هي أحلى ما عنده وأحب الطعام إليه وأحب المال إليه. رب العباد ينميها له، يأخذها بيد سبحانه وتعالى وينميها له، فلا تصل الفقير حتى تصبح التمرة مثل جبل أحد. أي فضل هذا، أي فضل هذا يا أخوانا. إذا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، لما نزلت هذه الآية أحد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وخلى يصوم، سمعت هذه الآية فنظرت في مالي فوجدت أحب مالي إليه البريحاء مستب من أفخم مسجد المدينة ومن يعني أكثر البشر جسدين عطاء تمر كله جنين نوعيات راقية جدا عالية جدا. فنظر في كل أموال ومملك وجد هذا أحلى من عنده قال قد جعلته لله. انظر فهم العالم البريحاء كان يضرب بالمثل في المدينة أجمل تمر وأحلى تمر وأحلى مستشفى في المدينة كان البريحاء. مالكه لما سمع الآية جاء به لرسول الله عليه وسلم وغلاه حتى يكون لله. ندرك هذه المعنى الخطيرة، مطلوب أن احنا نجد لله هو جاود علينا كريم وأسوأ على نعمه الله
وأعلى النعم التي أعطيتها ممن جاءت أليست منه؟ وما بكم من نعمة فمن الله. لما ترك له نعمة حسنة من الله عليك بها؟ أتظن أن الله يقبلها بدنيا ولا بأحسن منها؟ إذا أعطى نص لكل عاقل قال عن الجزاء والإحسان للإحسان اللي قدم لله أحسن ما عنده يعامله بأحسن ما عنده. لذا قال تعالى عنه أولئك يجزون أجرهم بما عملوا لا قد بأحسن ما عملوا أي في الدنيا والآخرة بأحسن ما عملوا. القضية مش قضية تمام. إيه أحسن ما عندك؟ إيه أسمى ما عندك؟ إيه أجود ما عندك؟ قدم لربك شيء لتستجلب إحسانه مش مجرد عطاء. هتتسكع هتتلكع هتقدم الأدنى هيجي لك إيه؟ يا الأدنى الرغوب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إخلال ويقول لا تدنقوا فيدنق الله عليكم. سيدة عائشة تقول ترك لي رسول الله شعيرا في البيت فكنت آخذ منه لا ينفد فجلست يوما أحسن يا ترى اللي أفقت كام اللي صرفت كام اللي استهلكت كام باقي كام. قالت فذهبت بركته خلص. طيب هي بتعطي لله دون عد على ربها دي النتيجة. بل في الحديث الصحيح السبع الذين ظلوا ظل يوم ظل ظل قال رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أعطت يمينه. يعني من شدة إخفائه لها أخفاها حتى على نفسه حطيته في جيبه وانه طلع طلعه. قد يكون الذي أخرجه أزكى ماله أحلى جنيه ذهب في جيبه وقد يكون في جيبه ده في ذهب وفي فضة. أنت سحبت ورق ممكن تطلع $100 ممكن تطلع $10 $5 سحبتها ولم تراها طلعتها لله وطلعت في نائمين لك أعظم الأجر. تظل بظل الله إن أخفيت صدقتك حتى عن نفسك. يعني خطيرة يا إخواني حتى ندرك كيف نسمو أعمالنا كيف نرتقي بين يدي ربنا رقيا يفتح لنا أبواب إحسان. أبواب إحسان أنا كم نص ذكرته في القرآن يدعو ويدفع في هذا الباب في هذا الميدان كيف يطالبنا الرب بأحسن ما طلب. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ثم عقب فقال سأريكم دار الفاسق. هذه السياقات وهذه الأحكام ستكشف من يستجيب لأمر الله من يسبق إلى الله من يأتي أحسن أعمال بين يدي الله ومن يخرج عن هذا كله. الفاسق الخالي عن أمر الله قال في اللغة فسقت الرطب إذا خرج من خشيتها فسق الكتكوت خرج البيضة. في الفسق الخروج أصل في اللغة. سأريكم دار الفاسقين كل من خرج عن أمر الله. يعني إيه سأريكم؟ سأكشف لكم سيف كل أصحاب زيف وضلال كل أصحاب الضلال. قال لما كان ينزل الكفار كانوا عارفين إن هيفضح المنافقين اللي كاتمين إيمانهم أبطال الكفر وأظهر الإيمان كانوا مرعوبين موت ولا يفضح. بل الصحابة أنفسهم كان كل صحابي خايف يذل أي ذلة ينزل ولا يفضح. يقول عبد الله عمر رضي الله عنه كنا
كل الصحابة لا نباسط نساءنا والقرآن منزل. يعني بنهزر بحسان مع نساء البيوت خايفين نزود العيال في النساء ينزل القرآن يفضحهم تنزل في العدل. كنا لا نباسط نساءنا والقرآن ينزل خشية أن ينزل فينا القرآن مثل الصحابة اللي فهم وعوا وعاشوا هذا المعنى. المنافقين نفسهم رغم نفاقه ورغم أبطال الكفر من كثرة ملاحقة القرآن لأحوال الناس وكشفه وهتك الأستار عن كل من في قلبه زي أو مرض كما قال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن نخرج أضغانهم. هنفكر مدى القلب يعني هنسيبه مش هنكشف اللي جواه هنكشفه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفت بسمهم. كم ممكن نكتب لك على جبهة كل واحد هذا كذاب هذا منافق هذا أفاك هذا مغتاب. بعدين أنه لا تعرفنهم في الآن قبل وإلا نكشف لك بعلامة ظاهرة كلامه نفسه سيبين لك حقيقة ما في قلوبه. يبقى اللي قلبه فشل لن يستقيم قوله بل يأتي زيف قلبه على كلماته. يظهر متعلق بالدنيا تكلمه في الدين يستوكمش يكلمه في الدنيا. ومن الناس من يعجبك قول في هذا ويشهد الله على ما في قلبه ولد الخصام هكشف زيف. ولا الآية تقول سأريكم دار الفساد حوريكم من قبل الحق وسأكشف لكم كل من زاغ خلف الحق وخرج عنه. آية ترعب سأريكم دار الفساد بس قال سأصرف عن آياتي على الحق. أيوة الحق المنزل لذات خلق في ناس لا يستحقونه. كان عندنا أستاذ زمانها في الدائرة يقول علمنا أساتذتنا فقالوا لا تعلم أولاد السفلة العلم هتعلموا العلم بدل من أن يرتفع به يزداد من سفالة. والقرآن مش لنا معنى قال العرب أشد كفر نفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل على رسوله. ليه؟ إن علموها هيستغلوها في فسادهم وبغيهم وطغيانهم. هذه خطيرة جدا يا إخواننا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض غير الحق. فأكبر مصيبة يقع فيها الإنسان أن يتكبر على ربه وعلى وحده. لن ينال من خير الله كل شيء ولن ينتفع من روحه الله بشيء. إما لأن كبرياء سيحجب وإما لأن الله بهذا الأمر يعاقب. الحديث إذا قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض والحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا به وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذون سبيلا. خلاص الوقت ها؟ سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض والحق. أنت بتكلمه في الآية وتشرح الآية وهو في عالم تاني خالص. الله ياخذنا أن نقول بس سبحان ربي عمى بصير ما بعده عمى. يتلى عليه القرآن كله وتلاقيه جالس لا هم له في تلاوة القرآن إلا جمال صوت القارئ. قد يكون ظالم وباغي ومعتدي ويسمع الآية ألا لعنتهم على الظالمين الله شيخ زدنا زدنا لا زدنا لا أنت ظالم والآية تلعنك وتطلب زيادة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن لأن القلب قد
صديق غير مهيئ لسماع الآيات، غير مهيئ للانتفاع بكلام رب العباد، غير مقدر لرب العباد، كيف ينتفع؟ في آيات أخرى يصف هذا المشهد فيقول كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمن به وقد خلت سنة الأولين. كل أمثاله من قبله وقع في ما وقع فيه، بس القرآن حتى الآية الكونية المحسوسة الملموسة قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. متى يهتدي هذا؟ متى يهتدي هذا؟ أنت شيء يا إخواني، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أنت من؟ تتكبر على أمر الله وأنت فسيح صغير مجرد نعمة من نعم الله، حركتك نفسها بنعم الله، عينك لا تنظر إلا بفضله، أذنك لا تسمع إلا بفضله، خيالك لا يتحرك إلا بفضله، قلبك لا يعقل إلا بفضله، لا ينبض إلا بفضله، جسمك لا يتحرك إلا بفضله. تتكبر عليه، على أمره، على حكمه، على وحيه، على رسله، على أوليائه. من أنت؟ من أنت؟ شايف نفسك أنت شيء؟ ندرك هذه المعاني. سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، بغير الحق. ذكر العباد يخاطبهم مخاطبة الرب الشفوق على عباده، يقول إنك لم تخلق الأرض، تكبر ليه؟ إنك لم تخلق الأرض، ما شعملت إلى دنيا تهدي ما عليك أدي ما شاء الله، إنك لم تخلق الأرض ولن تبلغ الجوار طولا. لو أنت بتعقل تتواضع لربك، تسعد بحديثه، تنعم بأمره ووحيه. إخواننا يعني ما في تشريع لمن شرع إلا والخير لك فيه. ما حاجة الله وطاعتك تزفيك، طاعتك لم تنفعه شيء ومعصيتك لم تضره شيء، هو الغني عنك وأنت الفقير عليه. لذا يقول تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كل البشر وكل الجن كانوا على أتقى قلب رجل واحد، يعني كلهم وصلوا لمرحلة صارت قلوبهم كقلب رسول الله، أتقى قلب رحم. النتيجة إيه؟ ما زاد ذلك في ملك شيء، أي شيء. الملك دائم بنا وغيرنا. قال ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رحم وصلنا كلنا قلوبنا انحطت إلى من حط إلى قلب رحم. قال ما نقص ذلك من شيء. الإنس والجن والبشر والخلق كلهم لو تحولوا إلى أسوأ الخلق ما أثر هذا في كل شيء، ما نقص ذلك من شيء. ندرك مع من نتعامل، بين يدي من سنقف، على من سنقبل كلام، من نسمع. تسمع نداء الله وقلبك سائل لاهل لا تعي من كلام شيء. في الموقف ده هتشوفه القيامة وانت جالس والآيات بتتلى عليك وترى نفسك بهذا المشهد وانت فين؟ في السرحان، في التوهان، شغال في ايه؟ في التلفون، في النت، في الشبكة العنكبوتية. فأنا قلت له وأوامر الله ترن على سمعك، ماذا تقول غدا لربك إذا جاءك بهذه الصورة أمام كل البشر من آدم إلى قيام الساعة ليروا صورتك وأن تنفذ هذا وتفعل هذا؟ قال تعالى ووضع الكتاب
فترى المجرمين مشفقين من فيه ويقولون يا ويلتنا ذا كتاب بس يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة صغيرة ولا كبيرة إلا أصاب اصغر لي حتى ما في قلبك السر اللي جواك يوم القيامة هاتك الستر عنه فيكشف فجايبك انت عمال تلخبط ومصور لكل الخلق ما له في صدرك يوم تبلى السرائر تنكشف الأسماء بس الله الأشد قال ووجدوا ما عملوا حاضر يعني حاضر مش فيلم يبقوا لك تصوير وكاميرات صورتك لا 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 ده سيأتي بك وأنت تعمل ما كنت تعمل والخلق كله يراك حين تعمل مش يرى ظاهرك يرى ظاهرك ويرى باطنك كل ما دار في صدرك أثناء العمل سيفتك الستر عنه فأرى كل الخلق لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفضوح الدنيا أي فضيحة في الدنيا مهما عظمت أهون بفضوح الآخرة أهون بمراحل بمراحل يا إخواننا ماذا نقول غدا لربنا إن جاء بنا على هذه الحالة ونحن نتسكع ونتركع أمام أمر الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لكل مقصر ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه